أعرب الفنان هاني شاكر للنقيب الموسيقيين عن سعادته بفوزه بمنصب النقيب، وذلك بعد تفوقه بفارق كبير على منافسه الفنان مصطفى كامل. وكان شاكر قال في تصريحات صحفية إنه حقق إنجازات عدة خلال فترة توليه منصب النقيب وصفت إلى حد المعجزات ولم تحدث في تاريخ النقابة من قبل، ووعد باستكمال مشاريع للأعضاء تشمل المعاشات والعلاج، فيما تظل مسيرة شاكر مثيرة للجدل بما يخص ملف الحريات الفنية بعد تعدد وقائع الإحالة للتحقيق ومنع الحفلات. ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف آدم ياسين الناقد الصحفي المختص بالشؤون الثقافية. أهلا بك معي أستاذ آدم. في البداية، هل كنت متوقع فوز أهلا سلمى. أهلا يا آدم، هل كنت متوقع فوز هاني شاكر للمرة الثانية؟ طبعا، يعني هو هاني شاكر يعني مؤخرا أصبح قريبا من الدولة والدوائر الرسمية، وما بقاش يسمح بقدر من التنافسية اللي كانت موجودة زمان، والتراشق بقى واضح ان الدولة بتتجه الافضل انها تختار هي مرشحها، ويفسح يفسح يعني حتى الناس الوجوه القديمة، ما شفناش منير الوسيمي مثلا، ما شفناش وجوه قديمة. هاني مهنا قالت يعني انها يمكن قد تترشح، لانها ما ظهرتش خالص يعني. فده معناها انه لا، يعني هو هاني شاكر متفق عليه يعني، وحتى ظهور مصطفى كامل ما كانش بالقوة ولا كان بيستعد، يعني زمان كان بيستعد التربيطات مع مغنيين وآلاتية او عازفين الاقاليم، وكان دلوقتي ما فيش، ما حدش عمل حاجة، كان واضح ان هي رايحة للاستاذ هاني شاكر يعني. طب هاني، استاذ هاني شاكر قال في تصريحات لي ان عمل انجازات كتيره الفتره اللي فاتت وما كانتش حصلت في تاريخ النقابه قبله. ايه تقييمك للانجازات سواء اللي عملها للموجودين باعضاء النقابه والموسيقيين او للفن المصري بشكل عام؟ ده سؤال حلو، لان هو الجزء الاول من السؤال الخاص باعضاء النقابه المهن الموسيقيه من العازفين والمغنيين، وعلى فكره بيتبع نقابه المهن الموسيقيه عازف الاوبرا كمان، اللي بيبقى لهم مطالب مختلفه عن عازفين اللي بيعزفوا ورا المطربين العاديين، او العازفين اللي هم بيسموهم بين قوسين الالاتيه، اللي بيعزفوا في الافراح او في الفرق البسيطه او حتى في الملاهي الليليه او في الاقاليم. يعني هي في هيراركيه هرميه كده بالموسيقيين، في المطربين اللي كلنا نعرفهم المشهورين، ولغايه ابسط عازف قد تجديه بيعزف في الهلالي او في نادي تابع لوزاره الثقافه في الاقاليم، كل دول اعضاء النقابه. فطبعا هاني شاكر قد يكون بيعمل مثلا يعني مساكن، بيعمل تامينات طبيه، في دايما برضو كل من تبوأ كرسي النقابه من اول الراحل حسن ابو السعود حتى هاني شاكر، مرورا بكل بقى ايمان البحر درويش ومنير الوسيمي ومصطفى كامل، كان دايما بيفخروا بان هم زودوا الفلوس اللي بتجنيها النقابه من الحفلات. يعني مثلا على سبيل المثال، لما بيجي مطرب زي رغب علامه يغني او هيفاء لبناني، بيحصلوا نسبه، النقابه بتحصل نسبه، فدائما كان النقيب بيطلع يتفاخر يقول انا دخلت لصندوق النقابه مبلغ كذا، يعني كان نوع من الانجاز ان هو يعرف يجيب فلوس اكتر من نقيب، او انا استطعت ان انا احصل على قطعه ارض لتكون مصيف مثلا للنقابه. فهم بيقيسوا انجازات النقباء، دائما بيقيسوا الانجازات، مش انجازات تهمنا احنا كمتذوقين للفن، او زي ما انت قلتي في الجزء الثاني من السؤال، انجازات تتعلق بالفن. كل ما هو يتعلق بالفن بيبقى في موضوع المنع دايما. يعني بنسمع عن مثلا هاني شاكر بيمنع حمو بيكا، هاني شاكر بيمنع الميتال او الهارد روك، اغاني الهارد روك هاني شاكر، او مثلا بلاش هاني حتى، يعني عشان بس الموضوع ما يبقاش خاص بهاني، هو دائما من يعتلي منصب النقيب دائما بيبقى المنع عنده، زي ما منعت في فتره شيرين مثلا، تمنع شيرين عشان اساءت لسمعه مصر، يمنع فلان. لما ده عشان سؤال يعني برضو يا ادم، هل اعضاء النقابه يعني كل القرارات اللي انت بتحكي عليها دي كانت مثيرة بشكل كبير للجدل، منع فنانين من منع مغنيين من الغناء،
ومنع فنانين من الغناء ايضا بسبب بعض التصريحات ليهم، ومنع حمو بيكا والى اخره. كل القرارات دي، هل اعضاء، هل وحفلات الهارد روك والميتال وكده. وحفلات الهارد روك والميتال السنه اللي فاتت، هل القرارات دي يعني اعضاء النقابه موافقين عليها، ولا عندهم برضو هم كمان اعتراضات؟ ما زي ما قلت لك بالظبط، هو النقابه مش كتله واحده، ما تقدريش تساوي المطرب، ما تقدريش تساوي، مش قصدي يعني حاجه طبقيه ولا ما تقدريش، بس انا قصدي في الاهتمامات، وهو عايز ايه من الفن وهو عايز ايه من النقابه، ما تقدريش تساوي ما بين مطرب مثلا بياخد الملايين وبين عازف بسيط جدا ربما يحصل على المئات وعايز مع، وكل ما يهمه هو معاش النقابه، هو التامين الصحي، هو العلاج، هو المصيف، هو رحلات الحج، فده بيبقى مطالبه او اهتماماته فئويه ملهاش علاقه بالفن. اما فيما يتعلق بعلاقه النقابه انها بتمنع، وهل عضو النقابه يهمه ان هو يمنع شيرين من الغنى، او ما اظنش ان هو يهمه، هو اللي هيتضايق هو شيرين والعازفين اللي مع شيرين او اصدقاء شيرين، بس عضو النقابه هو مهتم دائما بمكاسبه الشخصية. النقابة أنا شايف النقابة هي تنظيم، هي مأساة النقابات الفنية في مصر إنها بتتحكم في الفن، يعني فترة طويلة جدا كنت أكيد تسمعي عن المشاكل المخرجين السينمائيين اللي بيخرجوا بدون كارنيه النقابة، كانت النقابة بتحصل منهم مبالغ طائلة، ويجي كان الراعي يرحمه الليسي ممدوح الليسي يقول ما انا في الاخر باخد الفلوس دي لصالح السينما ولصالح برضه المعاشات وهو الى اخره. فانا ما بشوفش بصراحه النقابات الفنيه في مصر بتخدم الفن بحد ذاته، هي زي النقابات المهنيه، زي نقابه صناع النسيج، زي نقابه العاملين بالترسانه البحريه، زي النقابات، هي ما يعني ما فيهاش، او ضوابطها بتبقى ضوابط اخلاقيه مجتمعيه. يعني قد نعترض على اغاني المهرجانات مش على ذائقتنا، بس في الاخر يعني احنا دلوقتي في سوق مفتوح، يعني ما ينفعش، يعني مثلا في فتره من الفترات كان المغني الذي لا يعتمد من النقابه يعاني معاناه شديده جدا ان هو يغني، دلوقتي في ممكن واحد يغني في بيته، يعني في تيك توك، في تطبيقات بتتيح للناس انها تغني في البيت وتعرض نفسها على يمكن اكتر من مغني نقابي بيغني في مسرح الجمهوريه ولا في الاوبرا في الموسيقى العربيه. فالنقاب للاسف الذهنيه لا تعي ان في الدنيا بتتغير وبتختلف، ده حقيقي. وان الضوابط دي، انا مع ان النقابه يبقى فيه اهتمام برضه ببسطاء العاملين في الفن، وان يبقى فيه تسديد الاشتراكات، بس ان النقابه تبقى ليها ضبطيه قضائيه وانها تمارس دور الرقيب، ده مش دور النقابه بس ده شكرا. يتوائم، يعني هاني شاكر بيتوائم مع سياسه الدوله عموما، يعني هو كشخص وافكاره وارائه الفنيه، وحتى منتجه الفني مؤخرا هو مش مهتم بتجديد، يعني هو كمطرب مهم، هاني شاكر محدش يقدر يقول هاني شاكر مش مطرب مهم، بس هو خلاص يعني دلوقتي معني بالعمل النقابي، واضح انه مهتم بيه جدا. يعني بنشكرك، شكرا ليك آدم ياسين الناقد والصحفي المختص بالشؤون الثقافية، كنت معنا من القاهرة، شرفتنا يا آدم.